دعونا نضع بعض معادلات الخطوط في نموذج نقطة الميل، وهذا يختلف عن واي أو نموذج تقاطع الميل، لكنهما في الواقع طريقتين مختلفتين لكتابة المعادلة نفسها. سنرى ذلك من خلال مجموعة أمثلة. وربما أنك تتذكر أن نموذج تقاطع الميل عبارة عن معادلات على صورة النموذج y تساوي mx زائد b، m هو الميل و b تقاطع y، ولهذا السبب يسمى تقاطع الميل، حيث لدينا الميل والتقاطع. نموذج نقطة الميل يأخذ الشكل y ناقص y واحد تساوي m مضروبة في x ناقص x واحد، حيث y واحد x واحد نقطة تقع على الخط. إذن لهذا السبب سمي نموذج نقطة الميل. الآن هناك طريقتان مختلفتان لكتابة الشيء نفسه، يمكننا دائما أن نتلاعب جبريا بها لنحصل على ذلك، أو أن تتلاعب جبريا بهذا لتحصل على ذلك، وسأريكم ذلك من خلال مجموعة من الأمثلة. لكن دعونا نضع مجموعة في نموذج نقطة الميل حيث نجعل الأمور واضحة في أذهانكم. إذا لدينا هنا خط ميله ناقص 1/10، إذا M تساوي ناقص 1/10، ويمر بالنقطة 10 مع 2. ويمكننا أن نذهب مباشرة إلى نموذج نقطة الميل. دعونا نأخذ نقطة، النقطة هنا هي 10 مع 2. يمكننا الذهاب مباشرة إلى نموذج نقطة الميل y ناقص 2 تساوي ناقص 1/10 مضروبة في x ناقص x ناقص 10 هكذا. لقد وضعناها في صورة نموذج نقطة الميل. هناك شيئان أريد الإشارة لهما. الأول، لماذا هذا منطقي؟ وأريد أيضا أن أريكم أن هذا مساويا لذلك. إذا أول شيء، لماذا هذا منطقي؟ حسنا، كل ما يقال هنا إذا قسمت طرفي هذه المعادلة على ذلك ستحصل على y ناقص 2 مقسومة على x ناقص 10 وتساوي ناقص 1/10، أو ستحصل على التغير في y لأي نقطة تقع على الخط مع الاثنين مقسومة على التغير في x لأي نقطة تقع على الخط مع العشرة. إذن هذا هو تعريف الميل. أتمنى أنني لم أربككم هنا، إنني أريكم أن هذا مجرد استخدام لتعريف الميل حتى نكون معادلة الخط. الآن الشيء الآخر الذي أريد توضيحه لكم هو أن هذا مساويا تماما لذلك، يمكننا التلاعب جبريا بهذا حتى نحصل على ذلك لنفعل ذلك. هذه هي إجابة المسألة، لكن دعونا نتلاعب بها جبريا حتى نحصل بها على هذه الصورة. دعونا نوزع الناقص 1/10 y ناقص 2 تساوي ناقص 1/10 x زائد 1. الآن يمكننا أن نضيف 2 لطرفي المعادلة ونحصل على y تساوي ناقص 1/10 x زائد 3، وعن طريق التلاعب بها جبريا سنكون قادرين على وضعها في نموذج نقطة الميل. إذن هذان متساويان تماما. دعونا نحل المزيد من المسائل. يحتوي الخط على النقاط 10 مع 12 و5 مع 25. دعونا نجد الميل، ويساوي دلتا واي على دلتا اكس. حسنا، دعونا نستخدم هذه النقطة اولا لنقل أنها 12 ناقص 25 مقسومة على 10 ناقص 5 ناقص 5. 12 ناقص 25 تساوي ناقص 13، و10 ناقص 5 تساوي 5،
إذن الميل هنا هو ناقص 13/5. دعونا نضعه بنموذج نقطة الميل. دعونا نستخدم هذه النقطة. دعونا نستخدم y ناقص 25 تساوي ناقص 13/5 مضروبة في x ناقص 5. نحن نعلم أن النقطة 5 مع 25 تقع على هذا الخط، وبالتالي تكون هذه هي المعادلة، وانتهينا. إذا أردت فيمكن استخدام الجبر كي نضعها في نموذج تقاطع الميل بصورة mx زائد b، وترى أنهما متساويتان تماما. دعونا نحل واحدة أخرى. لقد أعطي لنا الميل وهو 3/5، وتقاطع y هو -3. إذن هنا وبشكل مباشر فإن هذا يبدو سهل لوضعها في نموذج تقاطع الميل. حسنا، معادلة هذا الخط هي y تساوي 3/5 x ناقص 3، وسنكون منتهين. لكن كيف تضعها بنموذج نقطة الميل؟ حسنا، نحن نعرف أن الميل m يساوي 3/5، لكن هل نعرف أي نقطة تقع على هذا الخط؟ نحن نحتاج لنقطة وميل حتى نضعها في نموذج نقطة الميل. حسنا، نحن نعرف نقطة واحدة، نعرف تقاطع y ويساوي -3. هذا يعني أنه عندما y تساوي -3 فإن x تساوي 0، إذن النقطة هي 0 مع -3. ويمكنك أن تحاول إيجاد نقاط أخرى. يمكنك أن تقول عندما x تساوي 5 فإن y تساوي 0. هذه جميع الأشياء التي يمكنك تجريبها، لكن هذه تقع هنا. تقاطع y هو -3، ذلك يعني أن النقطة 0 مع -3 تقع على الخط. دعونا نكتبها بنموذج نقطة الميل. y ناقص -3 تساوي 3/5 مضروبة في x ناقص 0. حسنا، وهذا هو نموذج نقطة الميل. يمكن أن يكون y زائد 3 يساوي 3/5 مضروبة في x ناقص 0. إذا أردت حقا أن تجعلها تبدو بصورة نموذج نقطة الميل فهذا سيكون نموذج نقطة الميل، لكنه من السذاجة نوعا ما أن تكتب x ناقص 0. يمكنك أن تكتب y زائد 3 تساوي 3/5 x. ليس واضحا 100% أنها في صورة نموذج نقطة الميل الآن، لكن أعتقد أنكم لازلتم بحاجة لأن تكتبوا x ناقص 0. وكما هو واضح حتى تنتقلوا من هنا إلى هناك فعليكم أن تطرحوا 3 من كلا الطرفين وستحصلون على ذلك، أعني أنهما متساويتان من حيث التمثيل. إنهما أيضا متساويتان بكيفية كتابتهم. عليك أن تطرح 3 من طرفي هذه المعادلة للحصول على تلك. دعونا نحل واحدة أخرى. دعونا نضع هذه بصورة نموذج نقطة الميل. لقد أعطينا معلومات، لقد أعطينا المعادلة بصورة x مع f x. ففي هذه المعادلة عندما x تساوي -7 فإن f x تساوي 5، وأخبرنا أنه عندما x تساوي 3 فإن f الاكس تساوي -4، وهكذا يمكننا أن نجد الميل أولا يساوي التغير في y أو دلتا y على دلتا x. لنفعل ذلك، ناقص 4 ناقص 5 مقسومة على 3 ناقص ناقص 7 ناقص 4 ناقص 5 تساوي ناقص 9، ثم 3 ناقص ناقص 7 تساوي 3 زائد 7 وتساوي 10. إذن الميل هو ناقص 9/10. وحتى تضعوها بصورة نقطة الميل فهذا أمر بسيط. نموذج نقطة الميل
نموذج نقطة الميل، دعونا نفعلها بهذه الطريقة. سألونها باللون الأخضر، واي ناقص 3 تساوي ناقص 9/10، ناقص 9/10 مضروبة في إكس ناقص سالب 4، سالب 4. هذا هو نموذج نقطة الميل. يمكننا تبسيط هذا السالب قليلا، يمكن أن نعيد كتابتها لتصبح y ناقص 3 تساوي ناقص 9/10 مضروبة في x زائد 4، وانتهينا.